أبرز الملفات التي يحملها الرئيس الأمريكي جو بايدن في السعودية يوجزها لنا موفد تلفزيون دبي إلى جدة الزميل حميد الزعابي. واشنطن لديها تقريبا 5 مصالح استراتيجية جميعها تمر بالمنطقة، وهي أمن الطاقة وأمن الملاحة والدفاع عن الحلفاء والحرب على الإرهاب وتأمين التجارة. إذن دعوني هنا أطرح هذا السؤال على ضيفي السيد الدكتور فهيم الحامد، المحلل والباحث السياسي. أهلا بك دكتور في هذه التغطية معنا. طبعا زيارة بايدن اليوم إلى المملكة العربية السعودية وحضوره الاجتماع مع العاهل السعودي يعني تحمل أهمية كبرى، برأيك لماذا هذا التوقيت الآن وما هو المنتظر من هذه الزيارة واللقاءات التي حدثت اليوم وغدا كذلك اجتماع الرئيس الأمريكي مع قادة وزعماء دول الخليج والمنطقة العربية؟ شكرا جزيلا. بداية أهلا وسهلا بقناة دبي في المملكة العربية السعودية بين أهلها وناسها. في الواقع نعم، البوصلة العالم اليوم تتجه إلى المملكة العربية السعودية. الإدارة الأمريكية اليوم تأتي بكل ثقلها بقياداتها بصناع القرار إلى المملكة العربية السعودية، وهي حقيقة العودة الأمريكية إلى المنطقة. يعني الخبراء بيقولوا اليوم العودة الأمريكية للمنطقة للعب الذي نتوقعه، لعب دور الوسيط النزيه. لماذا؟ نحن نرغب من الإدارة الأمريكية أن تعود للمنطقة وأن تمارس دورها فيما يتعلق بإحلال السلام في المنطقة الشرق الأوسط، إيجاد حلول لقضية الشرق الأوسط تحديدا، قضية الفلسطينية، منع التصدي أو التصدي لعدوانية النظام الإيراني وعدم السماح للنظام الإيراني أنه هو يستمر في الحروب بالوكالة في اليمن وفي العراق وفي سوريا ولبنان، تعزيز هذه الشراكة في المجالات النفطية والاقتصادية والثقافية. نحن نعلم اليوم أن الإدارة الأمريكية لديها بعض المشاكل الاقتصادية، بتعاني من نقص في البترول وأسعار البترول مرتفعة، ولكن يعني هذه قضية الارتفاع قد يكون سؤالك القادم، ولكن يمكن يعني الارتفاع رفع إنتاج البترول أو خفضه هذا ليس قرار سعودي، ولكن هذا قرار يعود إلى اتفاقية أوبك بلس التي هي صاحبة القرار. المملكة عندها حرص، ولكن كيف ترفع وهي ملتزمة بقرارات أوبك بلس؟